السلام عليكم متابعي الشاق الخير، طول التفصيل كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشوف واحد فكرة المشروع للدخول المدرسي. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي هاد التوب هذاك تخليته بالاتواب ديال الكيلو، هو كيتمدد والشكل ديالو زويون بزاف، ولكن لقيت منه غير هاد الطريفات الصغار وقلت نشاركهم معكم في موديل للبنوتات للدخول المدرسي، يعني غير حاجة بسيطة، وبالنسبه حتى للناس اللي بغاو يديروها كمشروع راه غير مكلفه. اذا هنا كنحتاجو التوب. هنا بالنسبه للتوب كيبقى لكم اختيار، يا اما ديروه بالليكرون اللي كيتمدد اولا ديروه بالتوب عادي. اذا درتوه بالتوب العادي فانتوما غديروا القطعه الطول ديالها 60 سنتيم والعرض ديالها غادي ديروا 14 سنتيم، اولا كيبقى لكم الاختيار في العرض. بالنسبه الى درتو التوب يكون كيتمدد بحال هكا، فانتوما كيف ما غادي تشوفوا القياس اللي غادي ندير، درت هنايا في الطول ديالها 41 كيف ما كتشوفوا، وفي العرض ديالها درت يمكن 14 سنتيم. غادي نتاكدوا في الفيديو لانني مبقيتش عاقله في العرض شحال درت. صافي هنا خديت القطعه على اثنان كيشتو، غير قطعه صغيره غادي تخرج ليا جوج موديلات، يعني جوج ديال البياسات. هنا عندي هذه القطعه، هذه هي كيشتو الجهه اللي كتمدد بزاف هي اللي درتها في الطول. هنا غادي ناخذ القياس ديال الطول باش تزيدوا تاكدوا الطول. هنا درت 41، وبالنسبه للعرض درت 11 سنتيم، يعني في العرض ديالها كامل 22 سنتيم. وكي قلت لكم ممكن انكم ديروا يعني غير قطعه واحده وتطرقوها من الجناب الا كنتوا ما غديروش التوب ليكرا، كيف ما غادي تشوفوا في الموديل في الاخير غنحط لكم بعض الصور باش تشوفوا يعني بالتوب ديال الخيط العادي او بالتوب اي توب اخر ما كيتمددش. والا درتوا التوب اللي كيتمدد فانتم ديروه بهذه الطريقه هذه. هنا تنيت التوب على الظهر ديالو وغادي نخيطو. صافي من بعد غادي نقلبو وكنحاول نجيب داك الخياطه في الوسط وكنجيب واحد الباندا بحال هكا. نتوما ما ديروش هاد الباندا اللي غليظه، داك اللي كتكون رقيقه، اولا ممكن ديروا الخيط المطاطي يعني يكون رقيق. انا استعملت هذه لان الموديل اللي شفت كيديروا بحال هكا باندا، نتوما كيف ما غتشوفوا في الاخير، ولكن انا لقيت غير هذه اللي غليظه، ما لقيتش داك اللي رقيق. وقي كيكونوا يعني بكيه كدير بثلاثه دراهم اولا خمسه دراهم، فممكن تخدموا منها يعني بزاف وتبيعوهم. مثلا هذه الثمن ديالها تبيعوها بداك 10 دراهم كثمن البيع، الا بقاو لكم يعني مثلا اثواب كيبقاو لكم في الدار ولا في الصاله حاولوا ديروا بهم هذه الفكره هذه. صافي كيف ما شفتوا دخل داك القطعه في الباندا و 2 سنتيم خيطتها، وغادي ندير نفس الطريقه من الجهه الاخرى. داكشي علاش قلت لكم ممكن ديروها بتوب عادي، ولكن كديروا الطول ديال الباندا 60 وداك الباندا اللي كنديروا في اولا الخيط المطاطي اللي كنديروا اللور فهو اللي كيمدد لينا داك الباندا الا ما كانش فيها التوب كيتمدد. هنا غادي تبان لكم صغيره ولكن راه حتى التوب كيتمدد يعني عكس العاديه كيف ما غتشوفوا في الصوره. وهكا كيجي الشكل ديالها ملبوس. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليو ليا التعليقات ديالكم ولي جيم باش تشجعوني دائما نقدم لكم المزيد، وما تنساوش كذلك تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.